بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أوصانا بالرفق في كل شيء، وقال لنا: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. ما أجمل الرفق، وما أجمل اللين، وما أسوأ تلك القسوة التي قيل في حقها في القرآن الكريم: ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم لا تجعل قلوبنا قاسية، اللهم املأها باللين وبالرفق يا رب العالمين. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من أما بعد مع دكتور مصطفى العكريشي الداعية الإسلامي، ومن خلال هذه المعاني ومن خلال توضيح ما يجب أن يكون تدور هذه الحلقة. دكتور مصطفى أهلا بك. كل لحظة حضرتك طيب، وسادة المشاهدين يا رب كل خير. دكتور مصطفى، يعني إحنا لما نتكلم عن اللين، الرفق، الرحمة، ده كله بيؤدي في النهاية إلى هذا القلب المحب للناس والمحب، ومن قلب المحب لله ولرسوله، ومن بعد ذلك المحب للناس، للخلق، للبشر وللحجر. الحمد لله الذي رفع عن عباده الحرج والمشقة، وأمر بإعطاء كل ذي حق حقه، وأن يؤدى إليه بكل أمانة ودقة. والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأزهران الأعطران على من من نوره أضاءت جبال مكة صلى الله عليه وسلم. لي في شفاعتكم يا سيدي أمل، فاشفع لنا نحن بعض من رعاياك. من آل بيتك فرع في كنانتنا، وصى بآل البيت في الذكر مولاك. إنا نحبهم إنا نجلهم، من أمهم نال فيضا من عطاياك. حاشاك يرجع من ناجاك دون قرى، أو أن يعود حزين القلب حاشاك. إن الخلائق يا طه بأجمعها، لولاك ما رحمت والله لولاك. صلى الله عليه وسلم، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، اللين كما ذكرت ما وجد في شيء إلا زانه. نعم. وما نزع من شيء إلا شانه. شانه أي عابه. واللين والرفق لفظان، يظن السامع لنا في هذه الحلقة أن اللين والرفق لفظان مترادفان، ولكن بينهما بعض الاختلافات. لذلك تعمدت وأنا أقول كلها تؤدي في النهاية إلى أي، اللين طريق، نعم، والرفق طريق، الله، والرحمة طريق، الله. فروع هذه الكلمات معاني كثيرة تؤدي في النهاية إلى المسلم، الله، الرقيق، نعم، رقيق الطبع، الله، النبيل في تصرفاته. نعم. اللين يشمل شيئين: القلب واللسان. اللين يشمل شيئين: القلب واللسان. لين في القلب ولين في اللسان. وهذا ظاهر من كتاب الله عز وجل. يقول الله لحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت لهم. الله يبهو. أي رحمة ودليل. الله أكبر. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الكلام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللين هنا أين موضعه؟ في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأما اللين في اللسان فقاله ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عندما قال له هو سيدنا هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد. فقولا له قولا لينا. الله، مش قولا رفيقا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى إذن اللين في موضعين: في القلب وفي اللسان، أي في القول. أما الرفق فهو في القلب فقط. يسمى إنسان رفيقا إذا امتلأ قلبه بكل الرفق، ولكنها ألفاظ زي ما فضلتك ذكرت تصب في منبع واحد. أيوة. أو تصب في مصب واحد، ألا وهو مصب الرحمة. يعني حقيقي، وإحنا بنتكلم دلوقتي وإحنا بنقدم التقرير دلوقتي، خلنا دايما اللسان يلهج بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبالصلاة على سيدنا النبي وأنت تصلي عليه أنت تذكر الله في نفس الوقت، ودائما نحن في معية سيدنا ما دمنا نصلي عليه صلاة دائمة. نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود إلى حضراتكم، ابقوا معنا. في وسط الجبال والأودية وفي وسط السهول والدروب بتيجي مؤسسة نبض الحياة لهنا في قلب الصحراء، في صحراء براني،
في عمق شديد جدا جدا في قلب الصحراء علشان تشوف وتتابع وتكمل مسيرة الخير ومسيرة العطاء اللي حضراتكم شايفينها دي. من يوم ما مؤسسة نبض الحياة نادت الناس وقالت عايزين نعمل حملة سقيا الماء، وكل يوم نداءات بتيجي كتيرة جدا. موجودين مع حضراتكم، لو شفتوا الارض اللي ورايا دي، الارض دي اللي الميه بتنجرف من هنا والناس بتتحسر عليها، لما الناس بتشوف الميه والمطره بتنزل من السماء ويقولوا دي هديه ربنا وده عطاء ربنا واحنا ما بنقدرش نحافظ عليه، وتبدا المطره دي تنجرف في قلب الصحراء وما يقدروش يحافظوا عليها، بتبقى بالنسبه لهم حسره، كان واحد فيهم فقد ولد من اولاده، فقد عزيز على قلبه. عشان كده كان دور مؤسسه نبض الحياه ان هي تيجي هنا باستمرار، تيجي هنا اول مره عشان تشوف حال الناس وتستكشف، وتيجي هنا عشان تقرر وتعمل، وتيجي هنا كمان للمره الثالثه علشان خاطر تستلم البير وتسلمه للي عمله. الطوبه ديت اللي خرجت من البير العظيمه ديت، الطوبة ديت للحاج هاني كمال والكل متبرع مع مؤسسة نبض الحياة في حملة آبار تجميع مياه الأمطار لأهالينا في مطروح. الطوبة ديت هي السيئة اللي هتتشال من ميزان سيئاتك يوم القيامة وتتحط مكانها حسنة في الكفة الأخرى، فترجح كفة الحسنات بعمل صالح. أنت بفضل الله عز وجل ربنا اختارك واختصك وانتقاك من وسط عباده كلهم علشان خاطر تداوي ناس كتيرة جدا 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 كانت بتعاني كل لحظة وكل وقت من قلة المية، ووفرت لهم المية الجميلة في البير الطيبة ديت. بإذن الله سبحانه وتعالى كل حجر طوب خرج زي ما حضراتكم شايفين من البير ديت، من الحفر اللي طلع من البير ديت، كل ده في موازين حسناتك، وتشوف الفرحة اللي احنا بنستناها ونظرة الرضا ونظرة الشكر على قلوب اخواتنا واهلنا هنا، على قلوب الاطفال وعلى قلوب الكبار، النظرة اللي كلهم او الحالة او الوقت اللي كلهم بيستنوه او كل واحد منهم بيقول يا رب انا نفسي في بير زي اللي موجودة قدام حضراتكم دي بتحفظ المية، بير زي اللي حضراتكم دي بتبقى نعمة بالنسبة لهم إن ربنا بعت لهم هدية من السماء وبعت لهم فعل خير بهدية تانية تحافظ على هدية. أهلا بحضراتكم، ويمكن مع دكتور مصطفى وإحنا بنستعرض بعض التفاصيل في التقارير، خلونا نروح لتقرير تاني دلوقتي ونشوف المشهد، نشوف الأبار اللي بتتحفر في الأماكن في براني، في أماكن تانية في مطروح اللي في عمق الصحراء، ونرجع تاني عشان نشوف قد إيه مهم جدا إن إحنا نلبي احتياجات بعض أهلنا المحتاجين لهذه الأبار. نروح ونرجع لحضراتكم. طبعا احنا كنا بنعاني من المية وانا واسرتي بالكامل، طبعا تلات اولاد عندي، والمية ديت طبعا روح الحياة نفسها. ومؤسسة نبض الحياة نشكرهم جميعا ان هم قاموا بالعمل على اكمل وجه وجابوا لنا المية بنستفيد بيها احنا واولادنا والزرع اللي حوالينا ذاتي، فيعني بنشكر المؤسسة. وطبعا مواقف كثيرة بتحصل للواحد هو بيروح يملى المية، فدلوقتي احنا خلاص يعني المية بقت متواجدة عندنا،
فبنقدر بنعمل منها كل حاجة اللي احنا عايزينها وبنغطي بها احتياجاتنا لمدة سنة كاملة. شكرا لمؤسسة نبض الحياة ونشكركم جميعا. اليوم الحمد لله لما فيها بيار في رحمة من عند ربك ومن عند البلدنين، ولين كل الحسنات ربك يستجيبن، ولين كل الحسنات مش كلام فارغ يزيد لك عش يدل لك اني ما ينفعش علينا اني علينا مثلين. البر داي تملي طبعا قدمهم المكثف عربية 10 طن تيجي تكب جوا البير تمام، ونظم نبقى نملي هنا نملي الجركن ونبقى نشرب ايه منه ونساعد مع منا البير دا والله استريح تاخر راحة. طبعا اللي يجي يملى منه ونقدرش نقول له لا ما تاخدش مية، يجي يملى جركن جركنين ياخذهم يمشي ودي الجرن دجار يعني لأسس الدجار جركنين ثلاثة نقول له تعالى املى خذ مية واسقى عيالك واغسل اغسل بيها واشرب والحمد لله نعملنا بها. جزاهم الله خير، بارك الله فيكم واجعله مجال حسناتكم، وكل من ساهم في هذا البير ولو شيء بسيط لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وندعو له في كل وقت يا رب. وكل شربة المية ندعو لكم وجزاكم الله خير وبارك الله، الله فيكم. أهلا بحضراتكم، رجعنا لكم من التقرير. ودكتور مصطفى طبعا بتبقى موجود في المكان وبتشوف، ورؤية العين مختلفة تماما عن السمع طبعا. حتى لو الكاميرا رصدت بس وانت شايف بعينيك في وسط المكان شايف الأمور بكل زواياه وبكل الجوانب اللي فيه، زي ما بنسمع من الحكماء ليس من رأي كمن سمع. أما بنعيش اللحظات الجميلة دي يا أستاذ حسن، يعني اللحظات النهايات بتختلف عن لحظات البداية أبدا، تمام الاختلاف. لحظات البداية ما بروح هناك لأي حد من أسيادنا الأكثر احتياجا وبيتكلم عن معاناته اللي هو بيلاقيها يوميا، ورحلة البحث الشاقة اللي بيبدأها من أول اليوم عشان يمشي حوالي 3 كيلو عشان يجيب مية من أماكن بعيدة أو من بير تجمعية لمياه الأمطار عند واحد يعني قريب منه. دي رحلة شاقة يوميا كده هو وأولاده، زي ما سمعنا في التقرير هو وأولاده. طب ده برضو في تضييع وقت. تضييع وقت ليه؟ ما أنا كل يوم باخد لي حوالي ساعة ساعتين ثلاثة. فبقول له بسأله بقول له هو أنت بتمشي المشوار ده كم يوم كم مرة في اليوم؟ فيقول لي مثلا ممكن 5 مرات عشان أقضي احتياجات بيتي من أكل من شرب من غسيل من ومن 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 حاجات متعددة جدا. طب وهكفي البيت قد إيه؟ وهم هناك يا أستاذ حسن السكنة بتاعتهم عبارة عن أحواش حوش، كل حوش فيه عيلة كاملة ممكن يصل عدد أفرادها 35 فرد. ده العيلة، العيلة يعني العيلة الأصل والفروع. الله ينور على حضرتك. أو الجذور والفروع. أيوة. الأب والأم ولادهم اتجوزوا كده. الله ينور على حضرتك. بيبقوا بقى قاعدين في حوش لوحدهم كده، شجرة العائلة كلها موجودة في المكان ده. فكل يوم محتاجين كل دول يشربوا وياكلوا واحتياجاتهم وغسيل ملابس و فكل ده مشقة وتعب على كل العيلة. طب الحل ايه؟ قالوا بص احنا ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا الغيث. الغيث واول الغيث قطرة ثم ينهمر. الله ينور على حضرتك. بيبعت لنا الغيث في مواسم معينة. طب قلت له طب الغيث ده بيروح فين؟ انتوا بتحوشوش ليه؟ قال ما انا ما عنديش بير تجميعية زي جار اللي هناك ده. قلت له ما عندكش بير تجميعية؟ يعني البير التجميعية ديت هي دي الحل؟ قال لي ايوه هي دي الحل، الحقني بيها. قلت له خلاص هنعملك بفضل الله عز وجل بير تجميعية لمياه الامطار اللي بتنزل هنا في الموسم، وباذن من ربنا عز وجل ربنا سبحانه وتعالى هيملاه لك. قال لي بس ابداوا اعملوا لنا واجبروا بخاطرنا بفضل الله. من ساعتها يا استاذ حسن بتبدا مؤسسة نبض الحياة الشغل على قدم وساق، وبنبدا نناشد من خلال البرامج اللي احنا بنطلع فيها انا والسادة العلماء سيدنا الشيخ محمد رضا عبد العزيز الشيخ احمد دسوقي الشيخ حافظ سيدنا الشيخ احمد ممدوح، بنناشد اهالينا الطيبين ان يعطونا مما اعطاهم الله عز وجل. لان احنا مجرد ايه؟
احنا مجرد حلقة وصل، همزة وصل. ايوه حلقة وصل او همزة وصل بين المستفيد صحيح. وبين المعطي أيوة. بفضل الله عز وجل بتروح مواصلات بين كلا المحتاجين. الله كلا أيوة. بين ده محتاج وده محتاج فعلا. انا محتاج وحضرتك محتاج. الله ايوه. وده محتاج عطاء ربنا سبحانه وتعالى، وده محتاج عطاء ربنا سبحانه وتعالى. يعني على فكرة وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فبفضل من ربنا عز وجل أول ما بيجي لنا أول تليفون بيقول ألو، بإذن الله سبحانه وتعالى هكون معكم مع مؤسسة نبض الحياة وهحفر بير باسم مين؟ باسم عيلتي كلها. قلت الله، ده الإنسان الجميل ده ربنا سبحانه وتعالى اختصه وميزه وانتقاه واصطفاه من بين عباده عشان يعمل عمل الخير الجميل ده، وانه يوصل الرسالة الرائعة دي، وان ربنا سبحانه وتعالى يميزه عن بقية خلقه باللين بالقلب اللين بالقلب الرحيم. لو انا سألت اي حد من السادة المشاهدين دلوقتي اقول له من الرؤوف؟ الله. طب من الرحيم؟ الله. طب وسيدنا النبي؟ الله. اللهم صل وسلم على رؤوف الرحيم. الله يفتح على حضرتك. سيدنا عمر بن الخطاب كنا قلناها في اول الحلقة، دخل الجنة بايه؟ بما دخل الجنة سيدنا عمر. هنعرف بعد هذا التقرير، خليكم معانا وهنشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير ونرجع لحضراتكم. براني في مطروح جايين احنا وفريق العمل الخاص بمؤسسة نبض الحياة، جايين نسلم الهدية الجميلة الرائعة من الحاجة حنان ووالديها الحاجة حسن والحاجة فاطمة. بنقول لكل اهالي مطروح الهدية اهي جاية لكم على طبق من ذهب. والله ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم يرزقهم برزق اكثر من اللي بعثوه. نشكر مؤسسة نبض الحياة من هذا البير. احنا كنا نجيبوا مي من بعيد خالص من يال البحر، ومية اقسم لك بالله كنا نتعبوا خالص فيها، جركنين وثلاثة واربعة ما يمسكوش في البيت خالص، واحنا محتاجين بصراحة البير ده جدا. ونشكر والله المؤسسة، احنا في عازة الأبار والحمد لله ان عملنا أبار وخلاص على خير، ونشربوا اللي منه دلوقتي والله ما نشربوا اللي منه كل يوم وكل ما نشرب منه إن شاء الله. فعلا تقدر تقول حاجة زي دي، عمل صالح زي ده، صدقة جارية زي دي، لعلها تكون المنجية لك يوم القيامة. فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا عظيم جدا، ويا سلام لما نحفظ نعمة ربنا سبحانه وتعالى بالشكر. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم.
وانا او احنا، بلاش كلمه وانا دي، واحنا مع بعض ويد الله مع الجماعه، وكل ما توافر عدد اكبر في الخير كل ما دوار الخير كترت قوي، كل ما النفع عم الجميع. لاحظنا الاطفال وهم بيجروا جريه الفرح، يا سلام جريه الفرح دي حلوه قوي، واحنا بنجري في الخير واحنا بنجري. ايوه شفت الاطفال وهم بيجروا جريه الجريه الجميله الجريه الحلوه دي، وخلينا اقولها بالصعيدي. أيوة. بلهجتي الاصليه يعني، جريان الماء في الورود، الله، جريان الماء في الورد. نعم. يعني لاحظت قد ايه يا سلام لو كلنا بنجري نفس الجري ده، واحنا وناس بتجري بس كلنا نجري هذه الجريه البريئه الحلوه الجميله بالفرحه دي. يا سلام يا استاذ حسن، يعني الاطفال هناك بفضل الله عز وجل زي ما شفنا في التقرير وفرحتهم العظيمه بقوا عارفين الدعاء بتوع نبض الحياه بالاسم، وعارفين الدكتور مصطفى، وعارفين الشيخ محمد رضا، وعارفين الشيخ احمد دسوقي، وعارفين الشيخ احمد ممدوح، والشيخ حافظ عبد الحليم، بقى عارفينهم بالاسم، بقت في علاقه كده، في ريليشن بيننا وبين بعض، بقوا ياخدونا بالاحضان. انا بفرح اول ما بشوف اي طفل هناك وبحضنه وبقول له ادعي لي. وبيبقوا عارفين برضه جنود مجهولين معانا في الاستوديو وناس شغاله طبعا، المخرج والاعداد وناس عاشقه العمل، عاشقه العمل، يعني عشان كده بتظهر الصوره في الاخر مش للعين بس، لا ده للقلب، مش بتقطع الكلمه للودن بس، لا ده للقلب. امال وبرده يا استاذ حسن ده برده له اشاره ليه هم بقى في بيننا وبينهم علاقه؟ لان احنا ما بنروحش مره، خلاص بقت بقينا نروح زياره، بقت موده. الله ينور على حضرتك. هو ده المعنى الموده. فبقناش نروح، انا كنا الاول مثلا بنروح كل شهرين كل 3 اشهر، لا دلوقتي بفضل الله عز وجل كل شهر لنا زياره لمطروح، لازم نروح نحضر الانجازات بفضل الله عز وجل، ونحضر الحفر الجميل للابار التجميعيه لمياه الامطار. فبقى في علاقه بيننا وبين بعض كده، بقت الاطفال بتعرفنا، واللي يجري يجيب ميه، واللي يجري يجيب شاي، واللي يجري. انا بحب بقى الدعوات اللي طالعه من قلوبهم الجميله دي النقيه الصافيه زي ما حضرتك وصفتهم. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا الاطفال دول ملائكه، احباب الله، واحباب الله، ولسان طاهر، لانه لم يجري عليهم القلم. لانه لم يجري عليهم القلم. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يلاقي طفل صغير يجري عليه يقول له ناشدتك الله ان تدعو لي، فيقول له بقى انت بتدعو، بقى انت بتنشد الدعاء من الطفل الصغير. قال لهم لا تدرون انه لم يجري عليه القلم، ده دعوته مستجابه ده. الله. وسيدنا عمر بن الخطاب، بس هقول بسرعه، سيدنا عمر الخطاب دخل الجنه، يعني ماذا دخل سيدنا عمر بن الخطاب الجنه؟ سيدنا عمر الخطاب وهو ماشي ذات يوم فوجد طفلا صغيرا على الارض يعبث في عصفور، يعبث في عصفور. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب لهذا الولد ولم يفجعه في عصفوره، ولكن اشتراه منه، قال له بيع له العصفور ده. شوف المعامله بقى الجميله، دليل القلب بقى، دليل القلب، بيع له العصفور ده. فباعه له الطفل فاخذه سيدنا عمر واطلقه، سيدنا عمر بن الخطاب. وبعدما مات سيدنا عمر بن الخطاب جاء لاحد الصحابه في المنام، فراه احد الصحابه يتنعم في الجنه ويتنقل ها هنا وها هنا وها هنا، فقال له يا امام ماذا فعل الله معك؟ قال غفر لي. قال باي عمل؟ حكى له هذا العمل بايه؟ بس منه رحم هذا العصفور الصغير وأطلقه. فقال له فقال لا فسأل أحد الحكماء بقى، قال ألا إذا كان دخل سيدنا عمر الجنة بهذا العمل، أما بقية الأعمال؟ فقال له أنت لا تدري، دخل عمر وغفر الله له بهذا العمل السيئات، أما أعماله الأخرى فهي رفع في الدرجات. ترقية. قبل أن أنهي هذه الحلقة توثيق هذه الأبار لأصحابها والمسارعة للاتصال ب 15740 للاستفسار عن كل هذه الأشياء وعن وعن وعن، يعني يتم توثيق هذه الأبار لأصحابها. طبعا بيتم تصوير البير من كل جوانبه أثناء الحفر. أي. وبعد الحفر. أي. وعند تسليم. أي. هذه البئر الطيبة الجميلة لأهلها للمستحقين، لأهلنا الأكثر احتياجا في سيدي براني والنجيلة والمثاني، وبيبعت الفيديو دوت لصاحب البئر. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا الله لك مصطفى العكريشي، ودائما نلتقي على هذا الخير. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.